وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا، وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة، وأشدهم شكيمة، أسد باسل، يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة، طحن الرحى، ليث الحجاز، وكبش العراق، مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين، الحسن والحسين، ذاك هو جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس، ذبيح كربلاء. قد بدأت تتلقى جزاء بغيك يا يزيد، أصرخ، أصرخ كما يحلو لك، فقد حان لك أن تتألم، أصرخ. فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت، فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما شمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. الحسين يا مولاي، وتريد أباها؟ تريد أباها؟ حسنا، ابعثوا به إليها. ما بكما تخيفاني كالبلهاء؟ ابعثوا به إليها لترى. Oh, my God.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدث كلام زينب ثم كلام علي بن الحسين لغطا كبيرا في الأندية والمجالس التي باتت تغلي كحميم البركان. ذهبت مكانتي بين المسلمين، تبا لكما ولمن استجاب لمشورتكما. الآن عدمتم النصح والمشورة؟ قولا، ما الذي يمكنني فعله؟ أرى يا مولاي أن تفرد لآل الحسين بيتا يقيمون فيه ريثما تنظر في أمرهم. أرى يا مولاي ألا تبقيهم طويلا في الشام حتى لا تمكنهم من الإمعان في فضحنا بين الناس. السلام عليكم يا أبناء العم. وعلى من اتبع الهدى السلام. لماذا تشيح بوجهك عني يا ابن العم؟ ماذا تريد؟ جئت لأعطي لا لآخذ. وماذا يمكنه أن يعطي من هو مثلك وأنت أفقر الناس حظا عند الله وأحطهم منزلة عنده، فماذا ستعطي؟ إذا كان للمسلم على المسلم مظلمة فماذا يأخذ منه؟ يؤخذ من حسنات الظالم ويدفع إلى المظلوم. وإن كان مثل هذا ظالما ليست له حسنات. يؤخذ من سيئات المظلوم ويحط على الظالم. سامحكم الله يا أبناء العم، سامحكم الله. لعن الله ابن مرجان الذي أنزلنا هذا المنزل، فلو كان لي علم بما سيفعل لدفعت الحتف عن أبيك ولو بهلاك بعض ولدي. لقد فات الفوت وأمرت بما نزعت إليه نفسك وقتلت أبي ومن معه، فما الذي تريده؟ ما أقل حياءك وأصطف وجهك، ما أقل حياءك وأصطف وجهك. تقتل أخي وأهل بيتي وتعطيني عوضا عنهم؟ والله ما رأيت كافرا أو مشركا شرا منك. ماذا تريدون إذن؟ أريد أن تعيد إلي رأس أبي وأن تعيد إلى النساء ما استلب منهن، ففيها مواريث الآباء والأمهات. وإن كنت تريد قتلي فأرسل مع العيال من يوصلهم إلى مدينة رسول الله. أما رأس أبيك فلن تراه، وما أخذ منكم لن يرد إليكم. أما النسوة فلن يعود بهن غيرك وقد عفوت عنك. عهدنا إليك برعاية وصحبة ودائع رسول الله إلى يثرب. حبا وكرامة يا مولاي. لئن أخرجتهم نهارا يا مولاي تجمع حولهم الناس مودعين، لربما جعلوا من الناس سلطانا يحتمون به منك ويثورون عليك. إذن فليسر بهم ليلا في الظلام بعيدا عن عيون الناس.